السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل لكم النهاردة طريقة الستريبس، هوريكم برضو هنعمله ازاي. معانا التوابل بتاعتنا كركم وكاري وفلفل اسود وملح وتوم باودر، بصل باودر، كزبرة ناشفة، سنة قرفة، على بهارات فراخ، ومعانا ايه بابريكا. نبدأ ومعانا ايه نص كوباية، يعني كوباية الا ربع دقيق. نبدأ ننزل بمكونات الجافة، ومعانا ليمونه، زيت، خل، هنحط يعني يا دوبك معلقه كبيره كده، كده بالظبط. نبدأ نعصر الليمونه، ليمونه معصوره معلقه كبيره. نبدأ كوباية حسب برضو ما نشوف الدقيق، كوباية أو كوباية إلا. نبدأ نقلب المكونات لحد ما تبقى مزيج عليها، خليها اللون دوت. نبدأ أنزلها في الخلطة وأقلبها، المنظر أسيبها حوالي 6 ساعات أو 5 ساعات حسب ما انتوا عايزين، ممكن من 4 ساعات لـ5 ساعات. هسيبها في التلاجة لحد ما أجي أحمرها معاكم وتشوفوها. التوابل اللي كانت في التتبيله بتاعتنا بتاعت الاستريبس هنبدا نحطها هنا في الدقيق ونقلبها. دي اللي هنحمر فيها، وعندنا الزيت على النار، زيت التحمير. هنبدا معاكم، يلا نحط هنا، بسم الله. زي ما انتم شايفين كده نقلب. نبدأ بقى نطلع ونقلي في الزيت استربسية معاكم. الزيت ايه سوق، الستريبس بتاعتنا اهي نبدأ نطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الستريبس بتاعنا بعد ما حمرناه في الزيت، طبعا ما قلبناهوش الا ما يتحمر من وش. نبدأ نقلبه على الوش التاني. عندكم شايفين عاملين عامل ازاي؟ ولا تقولي لي بقى كنتاكي ولا مطاعم ولا اي حاجة كده جامدة طحن. بصوا جربوه، انا مش هقول لكم اشتركوا في القناه لما تجربوه وتشوفوا، لو عجبكم اعملوا لي ايه لايك واشتراك في القناه.